اهلا لكل من انضم لمتابعتنا في هذه الأمسية. فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة هي تكريم لقيثارة الشاعر النوبي الأستاذ إبراهيم عبده. نتابع الزملاء داخل الاستوديو كاميرا مساء جديد داخل النادي النوبي، تكرم وتحتفي بقيثارة الشاعر النوبي الأستاذ إبراهيم عبده. نتابع أنه يعرف من أين أتى، لكنه لا يعرف متى، ويسأل عن الفيضان وعن الحر والصيف ليقدر متى كان مولده وكيف ومتى أهلت قرية أراشا بأنوار شاعر الغد التي كانت في حضن النيل، كانت تقع غربه في عمودية الدروشاب ببطن الحجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. حدثان عظيمان أبقيا شروخا عميقة في وجدانه، ورفعا لدى الصبي وتيرة الأحزان. الذهاب المبكر لوالدته، والمصير المحزن لبوابة الشمال المترعى بالجمال وادي حلفة، ومسقط رأسه بيد أنه لم يستسلم للأسى حين رأى الشموخ والرفض لدى والده الذي أبى أن يذهب في ذلك القطار اللعين. أريد أن أتحدث عن محطات في حياة إبراهيم. التحق بمدرسة صرص الأولية، ثم بالمدرسة الأميرية المتوسطة بوادي حلفة، وهو في الصف الأول توفي والدته، فوجد عناء وعطفا شديدا من أخوانه. عند الهجرة إلى حلفة الجديدة انقسمت الأسرة، إخوانه والدي محمد عبده وعمي حسن عبده رحلوا إلى حلفة الجديدة، وبقي جدنا عبد محمد حامد في أراشا يقاوم كل الطبيعة، ورفض الهجرة مع شقيقه، مع شقيق إبراهيم عثمان. عاد أمير، عاد من أجل النوبة وأرض النوبة وتراث النوبة، جاء لإحياء التراث النوبي والحضارة النوبية. الليلة ستشاهدون زفة من الشمال يحرسها الملكات والأميرات في ثيابهن البيض، والجنود والقوات ورماة الحدق. نعم، الليلة عرس، وستمتعون وتصفقون طويلا وطويلا جدا بإنجازات أخي وصديقي وزميلي إبراهيم عبده. وإبراهيم نعم كان فيه الصفات ومواصفات الشاعر منذ نعومة أظافره، وعرفته منذ أن كنا في حلف الأميرية الوسطى. شاعر لا يشق له غبار، كان فريدا، كان متميزا. ونعم هذه الليلة ليلة الوفاء، ليلة العطاء لأهل العطاء. جينا لنرد جميل والأوفياء من شيامهم النبل والوفاء وكرم. وهل جزاء الإحسان إلا جزاء الإحسان؟ الليلة سوف تستمعون بكافة إنجازات إبراهيم وعطائه في هذه المسيرة الظافرة المظفرة. نعم، الحضارات والحضارة النوبية منها لم تأتي لتدفن ماضيها في باطن الأرض، بل جاءت
لتبني وتعمر وتضيف إليها. ومن أجل هذا كرس الشاعر والأستاذ والفنان الرهيف العظيم الراقي إبراهيم عبده حياته من أجل النهوض والازدهار بالتراث والثقافة النوبية حديثا وكتابة. ولسه مواصلين مشاهدين الكرام من داخل النادي النوبي حفل تكريم قثارة الشعر النوبي إبراهيم عبده. أسعد جدا يكون معي واحدة من الضيوف اللي التكريم ده بيمثل لها حاجة عاطفية شديدة وجاية مخصوص عشان تحضر. أسعد بك جدا، مرحب بك. أهلا وسهلا، مرحب بكم، مرحب بكم في العرس النوبي اللي أعد خصيصا لشاعر طبعا غني عن التعريف، شاعر يعني نحن بنحتفي به وده أقل ما يمكن نقدمه لشخصه. يعني الشاعر إبراهيم عبده طبعا من الشعراء اللي حافظوا على اللغة النوبية، ويعني أشعاره مثلت كل الحياة النوبية، الحياة النوبية للإنسان النوبي، وأشعاره كانت بتتمتع باللغة النوبية الصرفة. الصرفة يعني كتب النوبية الصرفة. هو طبعا شاعرنا جاي من منطقة عراشة اللي هي في عمودية الدويشات، وهي غرب في الضفة الغربية من النيل. وطبعا زي ما شايفين العرس ده يعني تنادوا له النوبيين من كل حدب وصوب عشان يكرموا شاعرنا ويحتفوا به، وإن شاء الله نتمنى له كل الصحة والعافية إن شاء الله شاعرنا إبراهيم عبده. وبرحب بكل الضيوف اللي حضروا من كل يعني من كل الولايات، من حلفة الجديدة، حلفة القديمة، وكلهم بيمنوا نفسهم بليلة تمثل عرس للنوبيين. يعني زي ما قلت أسلفت، يعني إن شاء الله إن شاء الله نقدر نوفيه حقه يعني شاعرنا. والتقدير اجتمع النوبيون داخل النادي النوبي لتكريم قثارة الشعر النوبي الذي وثق للتراث النوبي والحضارة النوبية بكل محبة. انتهى مشوارنا، عودة للزملاء داخل الاستوديو لاستكمال ما تبقى من محطات مساء جديد لحد ما نتلاقى محبتي والفريق العامل. مع السلامة.